الحق والإيمان فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. برنامج هداية السائل نجيب فيها على أسئلتكم الفقهية حول الصيام وغير الصيام من أبواب الفقه الأخرى، وذلك عبر الاتصال على هواتف البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. إن شاء الله في هذه الحين إلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض الأحكام وبعض أحكام هذا الشهر، شهر رمضان وغيره كذلك من الشهور. الموضوع لهذا اليوم أحببت أن أذكر المشاهدين الكرام، طبعا هذا الموضوع المفروض أنه يطرق في أول أيام الشهر لا أن يكون هو في أواخر أيام الشهر، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله مثل ما يقولون. والموضوع هو طرق إثبات أول الشهر، كيف نستطيع أن نثبت أول الشهر؟ أول الشهر يعني اليوم رقم واحد بالشهر، هذا كيف نثبته؟ ولا سيما أن الأشهر العربية أو الأشهر القمرية على الأصح تعتمد على أطوار القمر في إثبات أيامها. يعني إذا هل الهلال، طلع الهلال واستهلينا، إحنا شفناه مثلا إذا شفناه بالليل يوم 29 بالشهر اللي قبل ذلك اليوم في ليلة 30، إحنا شنو نستهل؟ نباوع المغربية أو بالليل نباوع إلى السماء. فإذا شفنا الهلال يعني معناها أن ثاني يوم هو شنو؟ يوم رقم واحد بالشهر اللي بعده. زين، هناك طرق لإثبات أول الشهر، مو لإثبات الهلال لا، وإنما لإثبات أول الشهر، يعني إثبات أن هذا اليوم هو اليوم رقم واحد. زين، بأي طرق؟ هذه الطرق اللي الخمسة التي معتمدة من قبل الفقهاء. أولا أن يرى المكلف الهلال بنفسه، يعني يستهل يوم 29 ليلة 30 المغرب قبلها أو بعدها أو بعد المغرب بشوية للليل تظلم الدنيا، هي هذا الوقت اللي لازم يستهل به، يباوع الهلال في هذا الوقت. طبعا لا بأس في أن يكون قبل الاستهلال مقدمات، والمقدمات هي عبارة عن تحديد مثلا مكان واتجاه الهلال، وين راح يكون وبأي مكان، تحديد مكانه مثلا الهندسي أو الفلكي، يعني بأي اتجاه هو، بأي طول مثلا، خط الطول خط العرض، هذه مقدمات للرؤية. والمقصود بالرؤية عندنا هنا هي الرؤية البصرية. فأول طريقة لإثبات أول الشهر أن يرى المكلف الهلال بنفسه. هذا القيد بنفسه مهم جدا، بنفسه يعني هو بعيونه هو يشوف الهلال، مو بعيون غيره. إذا بعيون غيره راح يصير هذا إخبار، يعني اعتمد على غيره في إثبات رؤية الهلال، وهذا يعني معناه هو اعتمد على خبرهم،
فهذه شهادة تصير مثل الشهادة، وهذه أيضا هم طريقة من طرق إثبات الهلال. احنا يعني بالحديث، الحديث يجر الكلام يجر الكلام، تطرقنا إلى المسألة، وإلا هي النقطة أيضا من نقاط إثبات أول الشهر، من طرق إثبات أول الشهر يعني الإخبار. زين، الطريق الثاني قلنا الطريق الأول هو أن يرى الهلال بنفسه. زين، الطريق الثاني الشياع الذي يحصل اليقين به، أو بل مطلقا، مو شرط أنه يحصل اليقين به، مطلقا هذا الشياع طريقة هو من طرق إثبات أول الشهر مع عدم التهمة طبعا. زين، شنو الشياع؟ الشياع أنه يعني عند المؤمنين كافة، أي واحد السئلة قال لك ثبت أول الشهر باكر، أو إذا سئل بالنهار قال لك اليوم هو أول الشهر، خلص هذا الشياع اللي موجود عند المؤمنين عن أول الشهر كافي في ثبوت أول الشهر عندك. زين، مع عدم التهمة المقصود بيها أنه اللي خبروك، اللي يقولوا لك من المؤمنين أن هذا اليوم هو اليوم الأول، لازم يكون أنت مطمئن لهم، ما تتهمهم في دينهم. هذا الشياع اللي موجود مثلا في محلتك، ومثلا في مدينتك، في قضائك، في كذا، في المحلة، في الناحية مثلا، كون أنت ما تتهمهم في دينهم، ولا تتهمهم مثلا في رؤياهم وأخباراتهم وما أشيع مثلا بينهم، لربما يكون ذلك إشاعة، إشاعة لربما هي تكون صحيحة، لربما تكون شنو؟ خطأ. الشياع غير الإشاعة، الشياع يعني خبر صادق شاع بين الناس، أما الإشاعة، الإشاعة خبر كاذب شاع بين الناس، هذا هو الفرق ما بين الإشاعة والشياع. إذن الشياع الذي يحصل به اليقين هو هذا الذي يثبت أول الشهر. زين، هاي طريقة شنو رقم اثنين. الطريقة رقم ثلاثة واللي احنا نوهنا عنها قبل قليل في النقطة رقم واحد، أن يرى الهلال بنفسه، هذا أن يخبر عادلان بأنهما شهدا الهلال ليلا. عادلان شاهدان، عادلان ذولا هم يخبرون، يقولون احنا شفنا الهلال بالليل. زين، طبعا بشرط ان يتفق خبر هذين العدلين، ان يتفق خبرهما. مثلا واحد يقول انا شفت الهلال مطوق، واحد يقول لا انا ما شفته مطوق وانما نصفي، او واحد يقول انا شفته بهالشكل، والثاني يقول لا انا شفته مثلا بهذا الشكل. هذه في هذه الحالة اختلاف صار في خبرهما، اثنيناتهم يتفقون انهما رأي الهلال، لكن في وصفه، في شكله، في مكان طلوعه مختلفين. في هذه الحالة اذا اختلفا في الوصف وفي الشكل وفي مكان الطلوع، في هذه الحالة لا يثبت من قولهما اول الشهر، ما يثبت في هذه الحالة، الا اذا اتفق من كل، اتفق خبرهما من كل النواحي. زين، هاي الطريقة رقم ثلاثة، طبعا أن يخبر عادلان من أنهما رأيا الهلال بأنفسهما. هذه أيضا مسألة مهمة جدا في البين. زين، النقطة رقم أربعة، طبعا عندنا نقطتين بعد، هن ذن النقاط الرئيسية، أن يرى الهلال بنفسه، الشياع، أن يخبر عادلان. ثم أكو نقطة رابعة، لكن قبل أن نقول النقطة الرابعة نحب نذكر المشاهدين الكرام على أن هواتف البرنامج متاحة ومفتوحة لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم عن الصيام وشهر الصيام. نرجع إلى مسألة طرق إثبات أول الشهر. النقطة الرابعة، أن ينقضي
على أول شهر شعبان مثلا، طبعا احنا قلنا شعبان مثال، وإلا هو كل شهر سواء شعبان رجب شعبان رمضان شوال ذي القعدة ذي الحجة محرم أي شهر من الشهور القمرية أي شهر، إذا انقضى عن أوله أو على أوله 30 يوما فبعد 30 يكون هو أول الشهر، بعد ما يحتاج إلى أي طرق أخرى. إذا مر 30 يوما انتهى، ورا 30 هو يوم واحد. ما عدنا إحنا في الأشهر القمرية يوم 31 أو يوم 32، ما موجودة هاي الأيام، وإنما آخر الشهر القمري هو 30 وهذا هم إكمال عدة، وإلا هو لو رؤية الهلال يوم 29 بعد ما نحتاج إحنا إلى اليوم 30، هذا اليوم 30 فقط لإكمال العدة. فإكمال العدة أيضا طريقة من طرق إثبات أول الشهر اللي هو بالشهر اللي بعده اليوم رقم واحد. إذن أن ينقضي على أول شهر شعبان مثلا 30 يوما اللي بعده هو 1 رمضان، أو إذا انقضى 30 يوما من رمضان اللي بعده هو أول شوال، وهكذا شوال أيضا إذا انقضى منه 30 يوما اللي بعده هو يوم 1 ذي القعدة، وهكذا. الأشهر القمرية كلها هذا حسابها. زين، الطريقة الخامسة والأخيرة، الطرق إذن هي شنو؟ أن يرى الهلال بنفسه، الشياع المفيد للاطمئنان، أن يخبر عادلان برؤية الهلال، أن ينقضي الشهر 30 يوم يعني الإكمال العدة، ما بعده هو 1 من الشهر الذي يليه فيثبت إذن أول الشهر. النقطة الخامسة والأخيرة، أن يحكم الحاكم الشرعي بهلال رمضان، يعني معناها الحاكم الشرعي يعني المجتهد الجامع للشرائط في البلد، إذا أصدر بيانا وقال فيه مثلا ثبتت الرؤية، يعني معناها ثاني يوم هو شنو؟ 1 من الشهر الآتي، أو يقول مثلا لم تثبت الرؤية، إذن ما بعده هو شنو؟ اليوم 30 إكمال عدة، وهكذا. ما عدنا يعني في البيان الذي يذكر من المرجعية أو من مكتب المرجع أو من الحاكم الشرعي، هذا البيان هو واحدة من هذين الأمرين، إما أنه يقول ثبت أو يقول لم يثبت، واحد لا ثالث لهما. زين، أن يحكم الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي شلون يحكم؟ الطريقة اللي يحكم بها الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي أيضا مثل المكلفين، إما أن يرى الهلال بنفسه أو يجي يشهد عنده يخبره عادلان برؤية الهلال، لكن الحاكم الشرعي ما يقدر يعتمد في رؤية الهلال على عادلين. المسألة هنا يحتاج لها إلى قليل من الشرح، لأنها صارت في السنين، يعني هاي السنين اللي مرت علينا، مدار جدال بين الناس وبين المؤمنين في هذه المسألة. أولا المسألة عامة تعم بها البلوى جميع الناس، الناس كلهم يريدون يعرفون أول الشهر حتى يبدون مثلا في صيامهم، إذا مثلا شعبان وأول يريدون يعرفون أول رمضان يريدون يبدون بالصيام، يريدون يبدون بالعبادة، فإذا هاي المسألة تهمهم. أو مثلا يوم العيد أيضا هذا أمر يهمهم، لأنه يوم العيد يحرم صومه، فكيف إذا ثبت وهو صائمه وما يدري؟ إذن المسألة خطيرة، المسألة مو هينة، فمكتب المرجعية تصدى حينئذ، أو يجب عليه أن يتصدى لهذا الأمر أو لمثل هذا الأمر.
فتشوف مثلا مكاتب المرجعيات يعينون ناس لتحري الهلال، أو يشوفون مرصد مثلا ويدزون مثلا مندوبين فقهاء لتحري رؤية الهلال، المسألة مو هينة. أو مثلا مو فقط في البلد الواحد، في عدة بلدان كأن يكون مثلا مقاربة إلى بلد المرجع اللي ساكن به، أو إذا كان أفق البلدان الأخرى موافق لأفق البلد اللي ساكن به المرجع أو مكتب المرجعية، يتحرى الهلال هناك. لربما في بلد المرجع، في بلد المرجعية غيم أكو، أو مثلا معدومة الرؤية، السماء لا يمكن أن يرى من خلالها الهلال، غير بلدان موافقة لنفس أفق البلد أو مقاربة إلى البلد، ما موجود مثلا هذا الغبار أو الغيم أو غيرها من الممنوعات. فلربما هناك يثبت الهلال، فيثبت عند المرجع أيضا، وعند ذاك إذا ثبت عنده يطلع بيان يذكر بها ثبوت الرؤية أو عدم ثبوت الرؤية. زين، نرجع إلى مسألة الشاهدين. عند الحاكم الشرعي الشاهدين في مثل هذا في مثل هذه المسألة الخطيرة كافي؟ شاهدين اثنين؟ لا، يحتاج إلى عدد من الشهود يتحرون الهلال. فإذا كان 100 واحد مثلا يراقبون الهلال، فإذا 98% من عندهم قالوا شفنا الهلال وكلهم على نفس الوصف، 2 قالوا ما شفنا، في هذه الحالة المرجع شو يقول؟ يقول مثلا 98% يعني من ذول مجموع 100 شخص الموجودين، ذول 100 شخص ما مجموعهم 98%، إذن أكثرية، خلص يحكم بثبوت. أما إذا بالعكس اللي شافوا الهلال 2 3 4 5 مثلا من مجموع 100، يقدر يحكم ويقول ثبت الهلال؟ اللي يشوف الهلال المفروض الأكثرية هم اللي يشوفون الهلال مو الأقلية، فلذلك لا يستطيع أن يحكم مثلا بثبوت الهلال من رؤية بعض الأشخاص من مجموع 100 نفر مثلا، لا ما يقدر في هذه الحالة. ليش؟ لأن المسألة خطيرة وبعامة البلوى، والبيان اللي يصدره لازم يكون بيان يستند إلى قواعد رصينة ويستند إلى يقينيات، مو يستند إلى احتمالات شاهدين اثنين مثلا. زين، لربما شاهد شافه وربما الثاني ما شاف، هذا ما يثبت بالنسبة، يثبت للشخص. نعم، يعني إذا مثلا أنت أو أي مكلف إجوك اثنين عدول، أنت مطمئن إلى قولهم وقالوا لك إحنا شفناه بعيننا زين الهلال وشكله، واتفقوا على الشكل والصورة والاتجاه كله اتفقوا عليه، اي نعم، تعتمد أنت على رؤيتهما. أما مثلا مكتب المرجعية اللي يقلدوه كثير من الناس وغير المقلدين أيضا يعتمدون على قوله، فكيف يحكم من جراء مثلا شاهدين اثنين من مجموع 100 شخص مثلا؟ لا يمكن. إذن المسألة لابد من إحكام فيها، إحكام. يلا بعدين مكتب المرجعية مثلا يصدر بيان للناس في ثبوت الرؤية من عدم ثبوت الرؤية. زين، إذن هذه النقطة الخامسة، أن يحكم الحاكم الشرعي ببيان يصدر مثلا يقول بهلال شهر رمضان أو بثبوت الرؤية مثلا. نعم، نذكر أيضا المشاهدين الكرام أن هواتف البرنامج متاحة للاتصالات، وإحنا ما زلنا نقرأ وياكم طرق إثبات أول الشهر، وأي اتصال من أي شخص نجيب فيه إن شاء الله عن كل أسئلتكم حول الصيام أو شهر الصيام
أو أي مسألة أخرى. زين، عندنا مسائل حول طرق إثبات أول الشهر. هسه احنا هذني الطرق الخمسة قريناها عليكم، بقى عندنا مسائل، بعض المسائل حول هذه الطرق. المسألة رقم واحد: يلزم العمل بحكم الحاكم الشرعي حتى لغير مقلديه، يعني حتى اللي ما يقلدون هذا الحاكم الشرعي إذا حكم وقال مثلا بثبوت الرؤية أو بعدمها يلزم العمل بحكمه. طبعا هذا كله، هذا المسألة مقيدة بشرط: إذا لم يخالفه حكم حاكم شرعي آخر. بهذا الشرط، إذا ماكو مخالفة يلزم على الجميع هذا الحكم، لكن إذا أكو مخالفة من حاكم شرعي آخر لا يلزم العمل حينئذ بحكمه، لا يلزم العمل بحكمه. نعم، هاي المسألة رقم واحد. عندنا مسألة رقم اثنين: من كان يعلم أن الحاكم الشرعي أخطأ لا يمكنه العمل بحكم ذلك الحاكم الشرعي. إذا علمت أنه أخطأ، العلم شنو؟ مو ظن، مو شك، مو وهم واهمة، مو خيال، وإنما علم. العلم يعني كما مذكور في بعض الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حول الشهادة، يقول الإمام ردا على سائل أنه إذا شهدت على مثل هذا، يعني تباوع بإيدك يعني نظران، وإلا فلا، لا تشهد. العلم هيجي، ما بي شك، ما بي ظن، ما بي احتمال، ما بي وهم. العلم علم. إذا علم أن الحاكم الشرعي أخطأ، شلون علم أخطأ؟ كأن يكون مثلا أنا استهليت بنفسي ورأيت الهلال بعيني. زين، أنا صار عندي علم بثبوت أول الشهر لو ما صار؟ صار، صار عندي علم بثبوت أول الشهر. في هذه الحالة لو سمعت بيان الحاكم الشرعي مثلا بالتلفزيون وقال لم يثبت، في هذه الحالة أنا ما أعمل بحكمه. ليش؟ لأن أنا عندي علم بخطأ حكمه، وما يجوز لأني أيضا هم أقول للجميع للباقين أن حكمه خاطئ، لا، وإنما هذا أنا، يعني علمي أني لازم كون شنو أعمل به. أما هو الحاكم الشرعي بيانه إلى الناس هذا تكليف الناس، بعد ذلك أنا مو من مهمتي أن أبين للناس أن الحاكم الشرعي أخطأ، لا، وإنما أعمل بحسب رؤياي أنا، وحكم الحاكم الشرعي لا يلزمني في هذه الحالة، يلزم الآخرين الذين لم يروا الهلال بأنفسهم. زين، هاي المسألة رقم اثنين. مسألة رقم ثلاثة: لا يثبت أول الشهر بقول المنجمين. المقصود بالمنجمين يعني عندهم ذول الحسابات الفلكية اللي يحسبون أطوار القمر فلكيا، ذول احنا نسميهم بالمنجمين. طبعا هو علم قائم بذاته، علم الفلك، علم التنجيم، إثبات مثلا الأيام وحساباتها والهلال أول الشهر وآخر الشهر وأطوار القمر والأفلاك وغيرها، اللي كان قديما يسمى بعلم الهيئة، الآن صار طبعا الاهتمام به قليل إلا من بعض المتخصصين بهذا العلم، علم الهيئة أو علم الفلك. ليش؟ لأن تغيرت الهيئة، هيئة الفلك تغيرت، صار أكو الآن علماء يحسبون الحسابات الرياضية وعندهم تلسكوبات وعندهم
رحلات خارجية إلى خارج الفضاء وطيران وغيرها، فتغير علم التنجيم وعلم الفلك. إذن لو أخبرنا منجم بأول الشهر وقال باكر أول الشهر، هل هذا يثبت؟ لا، لا يثبت، لا يثبت أول الشهر بقول المنجمين ولا بالعين المسلحة. العين المسلحة شنو؟ يعني بواسطة التلسكوب. إذا أنا شفت بالتلسكوب الهلال ما شفت بعيني، هذا لا يثبت رؤية الهلال ولا يثبت بدوره أول الشهر. لابد أن يكون الرؤية بالعين المجردة، يعني أشوف الهلال ما يخالف، بالإمكان الاستعانة بالعين المسلحة، يعني بإمكان الاستعانة بالتلسكوب، أباوع بالتلسكوب، أحدد المكان والارتفاع، أشوفه، ثم بعد ذلك أرفع رأسي من المنظار وأباوع نفس الاتجاه، شفته ثبت، ما شفته هاي الرؤية بالمنظار لا تثبت أول الشهر. زين، المسألة رقم 4، ارتفاع الهلال مثلا أو تأخر مغيبه لا يكون دليل على أن الليلة السابقة هي أول الشهر، هذا مو دليل. أنا لاحظت الكثير من الناس والكثير من المؤمنين باليوم الثاني من يباوع الهلال ويشوفه عالي، قال تفضلوا تباوع، شوف الهلال عالي، هذا أبو ليلتين. زين، أنت لما تقول أبو ليلتين يعني معناها الليلة السابقة هي يوم واحد؟ لا، إحنا ما نرجع لورا في إثبات أول الشهر، إحنا شنو نتقدم إلى الأمام. إذا أنت شفت يوم 29 أكيد يوم 30 راح تشوفه عالي، فإذا ما شفت يوم 29 يعني ليلة 30، إذا ما شفت بالليل يوم 30 ليلة الواحد راح تشوفه شنو؟ عالي، راح تشوفه كبير مثلا، كبير الحجم، كبر الحجم، تأخره مثلا في المغيب، هذا ليس دليلا على أنه على أن الليلة السابقة هي ليلة أول الشهر، هذا مو دليل. فعليه إذا كان كبيرا أو تأخر في المغيب هذا مو دليل. نعم، المسألة الخامسة، إذا ثبت الهلال في بلد ما لا يفيد لأهل بلد آخر إلا أن يكون البلدان متقاربة أو علم أن أفقهما يعني أفق البلدين متقارب أو واحد. المسألة رقم 6، لا يثبت أول الشهر بوسائل الإعلام، يعني بالتلفزيون طلع مثلا عيد، شفتهم مثلا بالتلفزيون عيدوا، مو معناها أنه صار عيد، أو قالوا رمضان، مو معناها أنه شنو أنه صار أول رمضان مثلا. لا، بوسائل الإعلام لا يثبت أول الشهر. نعم، بوسائل الإعلام ممكن أن يقرون حكم الحاكم الشرعي أو يقولون الحاكم الشرعي الفلاني ثبت عنده مثلا عيد، ثبت عنده أول رمضان، هذا ممكن يصير خبر من الأخبار. أما هو نفس وسيلة الإعلام تخبرك بأول الشهر، لا، هذا لا يثبت. بهذه الدقائق الأخيرة نحب أن نذكر المشاهدين الكرام بأعمال هذه الليلة، الليلة 25، يستحب فيها الغسل، هذا واحد، صلاة 8 ركعات بالحمد والتوحيد 10 مرات، وتدعو بهذا الدعاء المروي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: تبارك الله أحسن الخالقين، خالق الخلق ومنشئ السحاب وآمر الرعد أن يسبح له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى هنا نودعكم ونلقاكم يوم غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله شرع الحق والإيمان.
فتفقهوا في جرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.